بسم الله والحمد لله والله أكبر. أه ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، شوفوا هذا، وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذا وصلت القرآن الكريم البينات، كل شيء ولا واضح، tout est devenu évident, tout est devenu explicite, donc le jeu est joué. ننتظر الآن كيف سيدمغ أهل العدوان على أهل الإسلام اللي هم في تونس، ومن ذلك إذا كان داد كشف حال هؤلاء الأعداء المندسين في صفوفنا في كل الميادين، وهكذا إذا كان صرح أمر التوانسة سينتشر هذا الإصلاح إلى كل مكان، وربما يأتي الإصلاح قبل ذلك هو إصلاح أهل المدينة وأهل مكة ويدعو شر الحكم الظالم الحكم العدواني على أهل الإسلام، ويطلق سراح علمائنا الأجلاء، وهو قريب وغدا لصاحب وغد صاحبه معنى مرئي، وهو قريب منا، وننتظر الفرج من الله الذي كلما قربنا منه إلا قلت مسافة الانتظار للفرج من الرحمن. والسلام.